بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله النهاردة نتناول يونت 8 ليسون 2 أو الوحدة الثامنة الدرس الثاني من كتاب المعاصر، وإن شاء الله نحل أسئلة جيم في نهاية الفيديو. ولكن كلنا البداية مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لو جينا نبص عندنا الدرس بيتكلم عن او شايفين البيكتشر الصورة، نبدأ بالجزء الخاص بالكلمات. كلنا نجيب الكراسات والاقلام ونكتب الكلمات. grass grass اللي هو العشب، grass 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 عشب او حشائش. sand 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 snow 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 اللي هو الجليد snow. wildlife wildlife يعني حياة برية. wildlife wildlife grass sand snow wildlife grass sand snow wildlife. نبقى عندنا باقي الكلمات. bond bonds bond يعني بركة، bonds يعني برك. bond b-o-n-d B-O-N-D-S اللي هي البرك. تري يعني شجرة، T-R-E-E T-R-E-E شجرة أشجار، تريز T-R-E-E-S. mountain يعني جبل، mountain mountain جبل M-O-U-N-T-A-I-N M-O-U-N-T-A-I-N mountains M-O-U-N-T-A-I-N-S T-A-I-N-S mountains جبل وجبال. river rivers river يعني نهر، river r i v e r r i v e r river rivers اللي هي انهار. لو جينا نبص على الكلمات، المجموعة الكلمات الاولى grass اللي هو عشب او حشائش، sand اللي هو رمال، snow يعني جليد على قمم الجبال، wildlife حياة برية. نتلاقي الكلمات دي كلها مش ما تعملش زي الكلمات اللي تحت. ليه؟ لان الكلمات دي اسماء غير معدودة. يعني اسماء غير معدودة يعني we can't count، يعني لا يمكن عدها. طبعا مش هنقدر نعد الحشائش اللي على الارض، ولا الساند الرمال، ولا السنو الجليد، ولا wildlife اللي هي الحياة البرية بما حيوانات وزرع وهكذا. معنى كده ان grass sand snow wildlife اسماء غير معدودة. يعني اسماء غير معدودة لا يمكن عدها. بالنسبة للمجموعة الكلمات التانية bond bonds مفرد وجمع، البوند البركة وbonds البرك، tree شجرة وtrees أشجار، mountain جبل وmountains جبال، river نهر وrivers أنهار. يبقى معنى كده ان عندنا مفرد وايه وجمع، واحنا عارفين ان المفرد بيجي معاه is والجمع بيجي معاه are. كل الكلام ده بنحطه في ذهننا عشان لما نيجي ندرس القاعدة عليهم. يبقى grass sand snow wildlife أسماء غير معدودة، والأسماء غير المعدودة تعامل معاملة المفرد. الأسماء غير المعدودة تعامل معاملة المفرد. يعني grass المفروض أقول معاها is، وsand أقول معاها is، وsnow أقول معاها is، ووildlife أقول معاها is. اما بوند نقول معاها از، وبوندز نقول معاها ار، تري نقول از، وتريز نقول ار، ماونت از، ماونتينز ار، ريفر از، ريفرز ار. دي بقى ايه؟ يبقى دي مفرد وجمع المفرد از والجمع ار. اما دول يتعاملوا زي الاسماء المفرده. نحط الكلام ده في ذهننا عشان واحنا بنشرح القاعده. باقي الكلمات كاميرا، كاميرا اللي هي الكاميرا، تايلت تايلت يعني حمام. طبعا في الكونفرزيشن المحادثه واتس رونج قال له يو ار ويلكم، واتس رونج يعني ما الامر او ماذا بك، واتس رونج ما الامر، قال له يو ار ويلكم لما اجي اشكر واحد على حاجه اقول له يو ار ويلكم. لوك فور يعني يبحث عن، لوك فور يبحث عن. فيل سيك، فيل سيك يعني يشعر بالمرض، فيل سيك. هنا اكسرسايز بسيط كده، فلاور جراس كار تري، مين المختلف عندنا؟ طبعا فلاور زهرة، جراس عشب، تري شجرة، لكن كار سيارة. يبقى المختلف عندنا مين؟ عندنا كلمة كار هي المختلفة. نمبر 2 ريد بلو جرين ماين، طبعا هنا كلهم كولرز الوان، اما عندنا ماين يعني ملكي. يبقى المختلف عندنا ماين نعمل عليها سيركل، ماين يعني ملكي لكن دول كولرز. ايت ياكل، سي يعني بحر، ليك بحيرة، ريفر يعني نهر. مين اللي مختلف عندنا؟ ايت ياكل، طبعا دي فعل لكن دول اسماء اللي هي خاصة بالمياه. فيل
يعني يشعر، ماونتن جبل، يوز يستخدم، سيرة، كل دي أفعال مع كلمة ماونتن جبل، يبقى نعمل سيركل عند مين؟ عند ماونتن اللي هي جبل. بعد كده معايا listen and point. طبعا الولد قاعد فبقول له what's wrong، مالك او ما الامر، قال له I feel sick. يبقى لو واحد تعبان وحد قال له what's wrong يقول له ايه؟ I feel sick. what's wrong I feel sick. نيجي البيكتشر نمبر 2، what are you looking for. طبعا بيقول له what are you looking for، انت بتبحث عن ايه؟ قال له the toilet. the toilet يعني احنا بنبحث عن الحمام. قال له it's over there، يعني هو هناك. إيه؟ oh I see it thanks. Oh I see it thanks. طبعا لما حد يعمل لنا معروف بنقول له thanks يعني شكرا. نيجي picture number 3، whose camera is this. whose camera is this، بتاعت مين الكاميرا؟ اللي تلاقي it's mine يعني هي بتاعتي. thank you شكرا، لما حد يقول لي شكرا اقول له ايه؟ you are welcome. يبقى لو حد قال لي شكرا على شيء انا عملته له اقول له ايه؟ you are welcome، يعني على الرحب والسعة، يبقى thank you you are welcome. بالنسبة للبراكتس على الجزء ده، there is اللي هو اللغويات أو القواعد. there is some grass. there is، فاكرين وأنا بقول لكم إن grass بتتعامل مع معاملة المفرد؟ بقول there is some grass. there is some grass يعني يوجد بعض من العشب. وفاكرين لما قلنا في الوحدة الأولى إن some بتيجي في الجملة المثبتة؟ طب تعالوا كده، there isn't any sand. برضو اتفقنا إن sand إيه؟ uncountable، الرمل ما بتعدش. برضو جه معاها is، ولكن الجملة منفية يبقى any، يبقى some بتيجي في الجملة المثبتة و any بتيجي في الجملة الايه؟ المنفية. there are some trees، الأشجار جمع، يبقى نجيب معاها ايه؟ are، والجملة مثبتة يبقى some، يبقى trees جمع بيجيب معاها are و some بتيجي في المثبتة. طب لو جمع ومنفي، there aren't any rivers. aren't لأنها منفية و any لأنها ايه؟ نفي. يبقى are جمع ليا rivers و any لأنها نفي. there is اللي اختصار there is. تعالوا كده نراجع القاعدة مع بعض. بنستخدم الأسماء المعدودة، الأسماء التي تعد لها مفرد ولها جمع، لها مفرد ولها إيه؟ جمع. a tree يعني شجرة، an apple يعني تفاح. يبقى الاسم المفرد بيسبق بإيه؟ الاسم المفرد بيسبق بإيه أو بأن. الاسم المفرد بيسبق بإيه أو أن. طب مين شاطر يقول لي الإيه؟ الإيه بتيجي مع الكلمات التي تبدأ بحرف ساكن، يعني ما أقول مثلا a car يعني سيارة. a car A car يعني سيارة. ممكن أقول a girl يعني بنت لأنها مفرد. أي اسم بادئ بحرف ساكن بنجيب الـ a. أمال الـ an بتيجي مع الحروف المتحركة زي an egg. an egg يعني إيه؟ يعني بيضة. طب مين يقول لي إيه هي الحروف المتحركة بقى؟ الـ a. ها هكتب وراكو الـ a والـ e والـ i والـ o واليو. الـ A والـ E والـ I والـ O واليو دي بنسميها حروف إيه؟ متحركة. لو أي كلمة بادئة بواحد من دول بنحط لها an. an egg، an apple، an orange، برتقانة orange، an umbrella. يبقى الاسم المفرد بيسبق بإيه أو أن. الاسم المفرد بيسبق بإيه أو أن. أما الاسم الجمع بنجيب معاه some أو any، بنجيب معاه إيه؟ some أو any. زي وزي مين؟ زي الاسم غير المعدود. يبقى عندنا هنا a tree three trees، an apple two apples، الاسم الجمع. إنما الأسماء غير المعدودة زي الإيه؟ زي اللي قلنا اللي احنا خدناهم، grass snow sand wild life. تعال نفتكرهم وما ننساهمش. نفتكر الاثنين بالإس واثنين تاني بالجي والدبليو. جي grass، جي grass، إس snow sand، لكن هنا دبليو wild life. دولتي أسماء غير معدودة. بقولنا نلاحظ إن there is بتيجي مع الاسم المفرد أو الاسم غير المعدود. الاسم المفرد there is بيجي وراه اسم مفرد بس يكون في ايه او ان، او اسم غير معدود بس يكون في صم. يبقى لو there is جت مع الاسم غير المعدود بيكون معاها صم، ولو جت مع الاسم المفرد بيكون قبلها ايه؟ اي او ان. احنا اتفقنا ان الاسم المفرد بيسبق بايه او ان، اما الاسم ايه الغير معدود بيجي معاه صم في الجمله المثبته. في الجمله مين؟ المثبته. there is some sand. there is a bin. لكن R بتيجي مع الجمع وبيجي معاها صم في الجملة المثبتة برضو. R مع الاسم الجمع وبيجي وراها ايه؟ وبيجي معاها
ها قلنا مين بيجي معاها؟ صم، بيجي معاها صم. يبقى الاسم غير الاسم الجمع بنجيب معاه صم، الاسم الجمع بنجيب معاه صم، والاسم المفرد بنجيب معاه ايه او ان، والاسم غير المعدود بنجيب معاه برضو صم، بس بيتعامل معاملة المفرد. يبقى زارس بتيجي مع المفرد والغير المعدود، بس غير المعدود صم، اما المفرد ايه وان. اما الاسم الجمع بنجيب معاه صم بس معاه ار، معاه ايه؟ معاه ار. بالنسبة لصيغة النفي بقى، there isn't any مع اسم لا يعد، أو there isn't a أو an مع الاسم المفرد. هنا there aren't any، there aren't any، يبقى إن بتظهر فين؟ بتظهر في النفي، إن بتظهر في النفي، بس في النفي مع مين؟ مع غير المعدود ومع الاسم الجمع. There is some grass، يوجد بعض من العشب في الصورة. There isn't any snow، ولا يوجد جليد. يبقى there is some لأنها مثبتة، و there isn't any لأنها منفي. وطبعا الجراس والسنو أسماء غير إيه؟ أسماء غير معدودة. تعالوا نشوف كده exercise. There is base sunset، لو جالي سؤال ده واختار في الامتحان، أول حاجة ببص على صم أتلاقي يبقى الجملة مثبتة. طب يعني إيه مثبتة؟ يعني ما فيش فيه نط. طيب طب دي sand، أيوة الرمل، الرمل اللي هو غير المعدودة معدود، يبقى نجيب معاه is، يبقى there is. ينفع اقول isn't؟ لا، لان طبعا صنف المثبت. طب نيجي لنمبر 2، there isn't sand، لا يوجد. طبعا not يبقى any، not يبقى ايه؟ any. there is base some bonds، في bonds يبقى في جمع، يبقى في ار، و some يبقى ار ولا aren't؟ طبعا ار. تاني حاجة، there is base any wildlife، any wildlife، هي الwildlife بتتعد ولا ما بتتعدش؟ ما بتتعدش. يبقى نحط معاها ايه؟ نحط معاها is او isn't. طب نختار is ولا isn't؟ isn't عشان any. تعال نشوف عندنا بقى البيكتشر. there are some trees، يوجد بعض الأشجار. there aren't any mountains، ولا يوجد جبال. طب بيكتشر نمبر 2، طبعا الجبال يوجد، نقول على الجبال ايه؟ there are، نقول على الجبال ايه؟ there are. يبقى هنا نيجي نقول there are، ها وجملة مثبتة، يبقى there are some. نيجي نمبر 2، there is some snow، طب لا يوجد جليد، نقول ايه؟ there isn't، يبقى there is not. ها ومين يفكرني بحاجة بقى؟ there isn't a any، يعني لا not يبقى any. is based some sand، يبقى ها يوجد، نقول ايه؟ there is، لانه طبعا ما بتعدش. طب اللي بعدها، there is some grass، يوجد عشب. there aren't any، ها لا يوجد انهار، يبقى ايه؟ rivers، any rivers. نيجي لنمبر دي الصورة اللي بعدها، عندنا هنا في البيكتشر في جراس، مفيش جراس بس في ريفرز، يبقى نقول ايه؟ ايوة there، الريفرز بتتعد، ايوة يبقى there are rivers، there are some rivers، there are some rivers، لكن there isn't any grass. تعالوا كده نبص على البيكتشر اللي بعدها، there are some ponds، في برك، but ها لكن الوايلد لايف، نقول ايه؟ there is ولا there isn't؟ طبعا there isn't، there isn't any wildlife، there isn't any wildlife، there isn't any wildlife. نيجي على اخر صورة معانا، وجايب لنا في البيكتشر wildlife وbonds، ها there is some ايه؟ there is some wildlife، يوجد wildlife. طب لا يوجد ايه؟ لا يوجد bonds، there aren't any bonds، لان bonds جمع. تعال نشوف الكلام ده كده على الاكسرسايز اللي معانا. read and write true or false، يعني هنبص ونعمل true or false. there are three girls، 1 2 3، يبقى true ولا false؟ طبعا true. نيجي هنا ونعمل حرف T. نيجي على picture، على number 2، there aren't any boys، مفيش اولاد، لا موجود في اولاد، يبقى true ولا false؟ طبعا false. نيجي هنا ونعمل حرف ال F، يبقى هنا false F. نيجي لنمبر 3، there is a tree، يوجد شجرة، طبعا true، يبقى نعمل ايه؟ true. نمبر 4، a girl is carrying a camera، في بنت شايلة كاميرا، طبعا true، يبقى نعمل T. snow hot sick cold، snow hot sick cold، مين المختلف يا ترى؟ ها read and circle، snow hot sick cold، كل دي طبعا صفات، ما عدا كلمة مين؟ ما عدا كلمة snow اللي هو الجليد اسم، يبقى نعمل circle على snow لأن طبعا ده جليد. نيجي لنمبر 2،
under wild life mountain sand. طبعا كلهم اسماء، ولكن under يعني حرف جر اللي هو تحت او اسفل، لكن كلمه حياه بريه جبل رمل. where mountain whose when. طبعا المختلف عندنا mountain اللي هو مين الجبل. نيجي نعمل سيركل عند mountain، طبعا كلهم ادوات استفهام. bond blue brown black، كل دي colors الوان ما عدا bond اللي هي البركه، يبقى نعمل سيركل عند مين؟ عند bond. ونيجي لان طبعا بركه لكن دي colors الوان. نيجي على question number 4. 3 choose the correct answer from A B C or D. there is based some snow. طبعا السنو هنا ايه؟ من شاطر يقولها لي. السنو يبقى غير معدود ياخد is. طيب عندنا صام يبقى is وليست isn't لانها مثبته. there aren't any. are يبقى جمع. مين الجمع في دول كلهم؟ طبعا trees من غير ما افكر. space isn't any sand. طبعا sand، وطبعا بنقول there is there بتاعتنا اللي هي t h e r e. thank you you are. ها قلنا thank you are a welcome يعني على الرحب والسعة. نيجي على الكويشن او السؤال وازاي نأجبه. look and answer the questions. is there any snow. هل يوجد جليد؟ yes. يبقى نعمل ايه؟ ابسط حاجة خالص، هنروح حاطين yes ونبدلين الاتنين دول مع بعض، ونبدأ نكتب الجملة بتاعتنا. نقول yes yes، ها ونبدل نقول ايه؟ yes there yes there is yes there is، ونحط فلوستوب. what are these. طبعا اول حاجه بنشطب اداه الاستفهام، وبعد كده بنبدل الاثنين دول مع بعض. لو جينا نبدل الاثنين مع بعض هتبقى ايه؟ هتبقى these are. يبقى نقول these are trees. these are trees. these are trees. نيجي لنمبر 2. طب ممكن نعملها بطريقة تانية؟ أيوة ممكن نقول these are trees أو they are trees. ليه عندنا؟ متفقين ان these ممكن اكتب عليها they، ونكتبها نقول مثلا they are. they are يبقى they are trees او these are trees. الاثنين عندنا صح. طب نيجي عندنا picture number 3. what can you see. لو قلنا what can you see اول حاجة بنشطبها مين؟ هنشطب what. ويو تتحرك. I can see mountains. I can see mountains يعني أنا شايفة جبال. نيجي لنمبر 4. Are there any rivers؟ ها هل موجود rivers؟ yes. يبقى نقول ايه؟ yes there are. yes there are. نعم يوجد. عملنا ايه؟ ها زي الكلام اللي متعودين عليه، بنروح عاملين yes وعاملين ونبدل الاتنين دول مع بعض. مين ومين؟ طبعا هنبدل are there هتبقى there is. there are. are there هتبقى there are. تعالوا كده نشوف البيكتشر اللي عندنا، الصورة، وازاي نأجب او نكون عليها sentences. نيجي عندنا number one. ها عايزين نقول اول حاجة she is a girl، موجود في الصورة بنت، يبقى number one she is a girl. number one she is a girl. طب number two. ها it's a wild animal او there is. there is نكتب القاعدة بتاعتنا there is some wild life. there is some wild life. نيجي number 2. عايزين نقول مثلا ها في الصورة there are في عندنا grass، نقول ايه؟ ايوه there is برضو there is some grass. يوجد عشب.
طب ايه كمان موجود عندنا في الصورة؟ ممكن حاجة مش موجودة ونعمل على بيكتشر، على البيكتشر جملة، نقول there there isn't any snow، ما فيش في الصورة جليد. there isn't any snow. ممكن اقول there isn't any sand، اي جملة صح. يبقى there is some wildlife، there is some grass، there isn't any snow. نيجي عندنا لسؤال البانكتويشن اللي هي علامات الترقيم. بنبدأ بطبعا بداية الجملة حرف capital is there. Is there a new wildlife؟ Is there any wildlife in Cairo؟ هبة، لو جينا نبص على الصورة عملنا ايه، او في لو جينا نبص على السنتنس الجملة، طبعا اول حاجة بداية الجملة حرف كابيتال، يبقى عملنا الاي كابيتال. وفي عندنا هنا مدينة القاهرة عملناها كابيتال، وفي عندنا هبة كابيتال، يبقى احنا عملنا ثلاث اشياء. Is Cairo هبة، دول الكابيتال. وطبعا الحاجة الرابعة ان احنا حطينا question mark، يعني علامة الاستفهام. Is there any wildlife in Cairo هبة؟ طبعا ده مين؟ ده سؤال البانكتويشن. بعد كده تعال نشوف الاسئلة دي من كتاب جيم عشان يبقى نجمع بين الكتابين والاسئلة بتاعتهم. Number one for read and circle. Forget snow sand grass. ها من شاطر يقول لي ايه المختلف عندنا هنا؟ طبعا كل دي لسه واخدينها حالا، لكن forget ده فعل. طبعا snow جليد وساند رمل وجراس عشب، لكن طب واسماء هما يعتبر اسماء كمان غير معدوده. Trees ponds rivers bus. كل دي طبعا اسماء جمع، وبس طبعا مفرد. River نهر، ماونتين جبل، كاميرا سي، كل دي طبعا أشياء خاصة بالطبيعة ما عدا كلمة كاميرا. تري دروب سي دو، طبعا كل دي أفعال، دروب يرمي، سي يرى، دو يفعل، لكن تري اللي هي شجرة. تعال نشوف الأسئلة بتاع الدرس ده برضو. There is some snow، يوجد بعض من السنو. true طبعا هنا true ولا false؟ في سنو طبعا no، يبقى false، يبقى نعمل حرف الاف. نيجي لنمبر 2. The girl is eating، البنت بتاكل، طبعا فولس لانها بتشرب، يبقى برضو فولس. There are 9 trees، في 8 اشجار، 1 2 3 4 5 6، طبعا 6، يبقى برضو فولس. نمبر 4. The man is on the boat، في رجل في القارب، طبعا yes، يبقى نيجي نعمل هنا true. Read and circle Odd one، طبعا نقرأ كده. feel يشعر، look ينظر، thank يشكر، homework، يبقى نعمل circle عند مين؟ عند homework واجب، لأن دول كلهم أفعال، أما homework فهي إيه؟ homework طبعا فهي اسم، يبقى نيجي نعمل circle عند homework. نيجي لنمبر 2. snow grass camera sand، كل دي طبعا أشياء خاصة بالطبيعة، الجليد والعشب والساند، لكن كاميرا المختلفة. سينما ريفرز ماونتينز روندز، طبعا هنا سينما، ليه؟ لأن دي السينما، لكن دي أنهار، جبال، برك، كلها حاجات خاصة بالطبيعة. Bonds mountain trees Bonds mountain trees river، كل دي جامع ما عدا mountain فهي مفرد، يبقى bonds mountain trees rivers كلهم جامع ما عدا mountain مفرد. نيجي على سؤال لي تشوز. Don't drop letter. Don't drop letter. عارفينها في الدارك. Don't drop letter. Use a pen. Number two. What are you looking for? What are you? Whose case are? Are يبقى جمع، يبقى are ايه؟ Are these. طبعا these للجمع. I feel sick. I قلنا ايه؟ I feel sick، يعني انا اشعر بالمرض. I feel sick. I feel sick.
نيجي عندنا للسؤال والإجابة. look and answer the question. what is this؟ إيه ده؟ طبعا إيه ده بيشاور على إيه؟ بيشاور على أيوة الريفر، يبقى it's إيه؟ it's a river. يبقى مفروض نقول نشطب what وبعدين نبدل الاتنين دول مع بعض، هنقول إيه؟ هنقول it's a river. يبقى نيجي هنا نكتب this is a river أو it's a river. This is a river. This is a river. What can you see? قلنا بنشطب مين؟ زيها واخدينها من شوية. هنشطب what وتقول ايه؟ I can see. هنيجي على you ونحط عليها I وبعدين نقول ايه؟ I can see. يبقى هنا نقول I can see. How many trees are there? How many يعني كم عدد؟ How many يعني ايه؟ كم عدد؟ هنيجي هنا هنروح شاطبين how many ونشطب trees كمان ونقول there are يعني يوجد كذا. There are four. ممكن اقول there are four فقط او there are four trees، يعني ممكن اكتب trees وممكن نكتبهاش. there are four يعني يوجد اربعة و there are four trees. whose camera is this؟ ممكن اقول ايه؟ عندنا is this يبقى نبدأ ب it's. it's mine. مجرد ما اشوف it's is this يبقى نقول ايه؟ it's mine يعني ملكي. it's mine. يبقى whose camera is this؟ it's mine. نيجي على look and write four sentences. هنبص على الصورة ونكتب أربع جمل. لو جينا نكتب كده جمل، نكتب number one. مين ده؟ he is a man. في راجل في الصورة، يبقى number one he is a man يعني رجل. he is a man. نيجي لنمبر 2، نقول ايه كمان؟ there are trees يوجد اشجار. there are trees يوجد اشجار. there are trees. نيجي لنمبر 3، there is a river يوجد نهر. there is a river يعني يوجد نهر. ايه كمان؟ ممكن نقول على الصورة there are birds في طيور. يبقى number 4 there are birds يعني يوجد طيور. يبقى هنا كلمة يوجد there is، يبقى he is a man. there are trees. there is a river. there are birds. ممكن نقول the man is sitting on the boat يعني قاعد في القارب. ممكن نقول there is grass يعني يوجد عشب. there is a dog يوجد كلب. في حاجات كتيرة جدا وكفاية أو نكتب أربعة. بالنسبة لسؤال الجرامر برضو اللي في جيم، there aren't any ها any ايه؟ في are يبقى في جمع. فين الجمع عندنا هنا؟ طبعا mountains. يبقى هنا there aren't any mountains. there is space in wildlife. الwildlife و any يبقى في not. wildlife غير معدود يبقى في isn't. ناخد بالنا منها تاني، يبقى wildlife is وعشان any يبقى not isn't. there are جمع، بس there are جمع هنا مثبتة. في not لا، يبقى في some. مفيش not يبقى في some. there aren't في not يبقى في any. في ايه؟ في any. يبقى any بتيجي في النفي وsome بتيجي في الإثبات. there is ها من يسمع بقى قولي الاستماع. there is some s o m e. there is space in trees. ها trees جمع يبقى نقول there are. there isn't any snow s n ها او دبل انا بسمع كلامكم. there bonds يبقى there ايه؟ there are some bonds. تعال نيجي للسؤال اللي بعده. there are some trees في اشجار. true ولا false؟ طبعا false لان مفيش اشجار. نيجي هنا ونعمل if. there are three girls في ثلاث بنات. طبعا هنا no برضو false يبقى نعمل if. there is some snow. طبعا هنا ايه؟ yes يبقى نعمل true. there is some animals برضو true. نعمل t. نيجي على سؤال الكلمة المختلفة choose the او سؤال choose. there aren't في aren't يبقى في ايه؟ في any على طول. aren't any. there is base. some is no. طبعا is no وفي some يبقى is. ليه؟ لان الجملة مثبتة. there trees. trees جمع يبقى ايه؟ are. there isn't any. مين اللي مين is؟ is بتجي مع غير المعدود. مين اللي ما بتعدش هنا؟ sand. لكن طبعا كل دول جمع. look and answer the questions. are there any trees؟ هل يوجد في الصورة any trees اشجار؟ طبعا ايه؟ yes. ها هنعمل yes من انا عايزة حد يقولها لي. yes ها ونبدل الاتنين تبقى ايه؟ yes there are. yes there. yes there are. يبقى احنا عملنا ايه هنا؟ طبعا yes
وبعدين هنبدل الاثنين مع بعض نيذرر زي ما دايما متعودين، بدل ما فيش دبليو اتش يبقى بنحط يس او نو، وبنبدل الاثنين دول مع بعض. نيجي لنمبر 2، وات از ذس؟ ايه اللي في الصوره ده؟ طبعا هنا يبدو ان هو جبل، يبقى ايه؟ اتس ا ماونتين. نقول نشطب، طبعا اول حاجه بنشطب آلات الاستفهام، بنشطب وات، وبعدين نقول ذس از او اتس، ممكن نقول ذس از او اتس. يبقى لو قلنا ذس من نفس المكتوب عندنا ذس از ا ماونتين، يعني يوجد جبل. وات كان يو سي؟ شايفين في الصوره ايه؟ طبعا دي باج. نقول نشطب اول وات ونقول ايه؟ ها مين شاطر يقولها لي من غير ما نقول؟ ها يو تتحول الى اي، هتبقى ايه؟ اي كان سي. ها اي كان سي ا باج، انا شايف عشب. اي كان سي جراس، اي كان سي جراس. هاو ماني بوندز ار ذير؟ هاو ماني بوندز ار ذير؟ هنقول ذير ار، ذير ار، ها there are كم واحدة؟ 3. يبقى there are 3، قلنا how many يعني كم عدد، there are 3. بعد كده آخر حاجة عندنا سؤال البانكتويشن، where is my wallet؟ أحمد where is my wallet؟ هنقول ال W capital، where is طبعا أبوستروف، where is my wallet أحمد، وبعدين question mark. طبعا لو جينا عندنا احمد هنا اسم مخاطب، جه في نهايه الجمله نحط قبله كوما، where is my wallet احمد، ال W capital، وبعدين عندنا احمد ال A capital، وبعدين ال question mark وال apostrophe. يبقى احنا عندنا كام تعديل في الجمله؟ اربعه، where ال W، في عندنا ال apostrophe، وفي عندنا الـ A في أحمد، وفي عندنا الـ question mark. طبعا دي بالنسبة لمين؟ لسؤال الـ punctuation. تعال نجيب السؤال كله عشان نشوف. يبقى عندنا الـ W capital، وعندنا الـ apostrophe، وعندنا اللي هي الكومة، وفي في النهاية question mark علامة الاستفهام. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى التوفيق والنجاح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.